السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من الملعب. تفاصيل كثيرة نبدأها بالعناوين. الشيخ عبد الله المطلق يذكر الأندية بحكم دخول غير المسلمين إلى مكة. ريكارد مشرفا على الجروني في بطولة غرب آسيا. خمسة وعشرون مليونا تبقي القرني والبيشي 4 سنوات في الهلال. انتهاء فترة الطعون غدا ولا اعتراضات حتى الآن. بيع تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد يدويا في ملعب جدة. ملعب الشراع يغير خطط الأهلي والاتفاق. إدارة القادسية ترفض دفع رواتب اللاعبين وتربطها بالانتخابات. لاعب الهلال الكوري مطلوب في الصين. البحرين تشهد أول مهمة خارجية للفيصلي. من عناويننا إلى تفاصيل، قبل ذلك أرحب بضيوفنا في الاستوديو. سلطان رديف الصحفي والكاتب في صحيفة الرياضية السعودية، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك خادر، ورحب بالصديق القديم أبو فيصل. نتمنى إن شاء الله نقدم حلقة جيدة ونرحب بالأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. فضل نبدأ بالكبير سنا، بس أنا كيت. عشان ما أوضح أنه كبير كثير، هو الأيمن دائما كبير في السن. فياض الشمري الصحفي المخضرم في صحيفة الرياض، أهلا وسهلا فيك أبو فيصل. حياك الله أستاذ عادل، وحيي المشاهدين وحيي زميلي العزيز سلطان. ومن فترة حقيقة ما التقيت فيها، أعتقد آخر مرة التقينا كانت في بطولة آسيا في الدوحة يمكن 2000 تقريبا. صحيح. فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيكم جميعا.